افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 2022 ومنتدى التعليم وسوق العمل. ويقام المنتدى والمعرض بتنظيم من شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات بحضور رئيس مجلس الإدارة للشركة سعادة الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة وعدد من الشخصيات وأصحاب الأعمال والمؤسسات التعليمية ومسؤولي الموارد البشرية. وشارك في المعرض والمنتدى قيادات تعليمية ورؤساء جامعات من 11 جامعة من مملكة البحرين. وأشار سعادة الوزير إلى أن مواجهة تحديات المستقبل لا تقتصر فقط على التعرف على المهن المطلوبة في المرحلة المقبلة، وإنما تعتمد على وضع البنى التحتية والبرامج التي تجعلنا قادرين على تحديد مواصفات ومعايير الوظائف والمهن وكذلك الفرص التعليمية والتدريبية، مؤكدا أنه على الشباب الجامعي أن يطلع على برنامج الحكومة فيما يتعلق بسوق العمل ليكون ملما بالفرص المتوفرة، والذي سيكون للقطاع الخاص دور محوري فيها عبر إيجاد مزيد من فرص التوظيف للخريجين خاصة في القطاعات الواعدة التي تشهد استحداث العديد من الوظائف الجديدة. هذا ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة الخريجين الجامعيين أو من هم على وشك التخرج أو طلبة المرحلة الثانوية بالفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية المتاحة واحتياجات سوق العمل. هذا المنتدى اللي يعقد سنويا للتعليم، تطوير التعليم والتدريب لما قبل المدرسة وبعد المدرسة، يشمل يعني هدف من أبرز الأهداف المهمة لتضييق الفجوة بشكل مستمر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. فالحقيقة مثل هذه المنتديات مهمة جداً، اللي تجعل الطلبة يلتقون ويتعرفون على احتياجات سوق العمل بصورة مباشرة. الحمد لله، اليوم تم انطلاق النسخة 11 من معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل. أحب أشكر سعادة السيد جميل بن محمد الحميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رعايته السنوية لنا لهذا المعرض. الحمد لله اليوم قدرنا أن نرجع هذا الجمع الجميل من بعد التحدي الصحي اللي احنا قاعدين نواجهه. الحمد لله الكثير من المدارس الحكومية والخاصة وأيضا من طلبة المدارس والجامعات أيضا مشاركين، وغدا إن شاء الله في فعاليات مصاحبة وورش مصاحبة للباحثات عن العمل. سعداء اليوم بالمشاركة في المعرض، طبعا هذه مكان أو منصة ممتازة حق طلبة الثانوية على أساس ينخرطون ويعرفون شنو اللي حاصل في سوق العمل، وعلى ضوءها هم ممكن يختارون شنو التخصصات اللي تتناسب معهم، وخاصة في المعرض المصاحب حق هذه المنتدى يقدرون ياخذون فكرة على التنوع في التخصصات الموجودة في البحرين، في منها التقليدية والغير التقليدية، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الطلبة والخريجين، ونشكر القائمين على هذه المنتدى والحفل.